مرحبا، قررت أبدي أعمل فيديوهات على اليوتيوب بعد نجاحي بالإنستغرام وتشجيع كثير من البنات. طبعا بهذه الفيديوهات راح أتحدث عن هواياتي اللي بديتها وأنا صغيرة وتحولت لمشروع صغير متواضع اللي هو كيوت ليتل ستيتش. سميته بهذا الاسم لأن كل الشغل اللي أنا أسويه متكون من ستيتشز، يعني غرز حياكة، غرز كروشيه، غرز كروس ستيتش. حراويكم بعض الأشياء اللي مسويتها نماذج على مود تعرفون طبيعة الشغل. نبدي بالكروشيه اللي بديتها بعد الجامعة، بس كان عندي بيه معلومات أولية من وأني صغيرة، مثل ابتديت بعمل مفارش بسيطة مثل هاي. بعدين اتطور شغل الكروشيه وتحول إلى ألوان وخرز، وهاي كل هالأشياء طبعا دخلتها على شغلي مثل بعض هذه المفارش. بعدين سويت الأميجرومي مثل هذه وهذه، بعض الباترونات ممكن تكون جاهزة أشتريها أونلاين، وبعضها أنا أشتريها أونلاين وأضيف عليها بعض التفاصيل، وبعضها ممكن أنا أسويها أو أنا أعدلها مثلا مثل هذا وهذا. وين هذا الدبدوب؟ هذا نفاخات. هذا الموديل أنا سويته. قبل كم سنة تقريبا بديت أشتغل كروس ستيتش واللي نسميه أتامين أو كنفا، وصار عندي بيه شغف غير طبيعي، لأن مهما كان العمل اللي أسويه صغير أحس بيه إنجاز وأحس بيه لوحة مثل هذه. نستخدمها كديكوريشن، تعليقات سويتها باستخدام الهوب لكل البيت، هذه مثلا للمطبخ أو لغرف الأطفال. طبعا وبعدها بدأ شغلي، سويت اللوجو اللي هو هذا كيوت ليتل ستيتش الخاص بي، وبعد بديت أوزع شغلي على المحلات بعد ما كان مختص بس على الأصدقاء والأقارب، أحد يقول للأحد، وكان توزيعي كلش محدود. ومع كثر الشغل وتداخل أكثر من مشروع، طبعا نسيت أراويكم هاي الكروشيه. لازم أراويها لأن أحب هذه شغل الخداديات. أي مع يعني الضغط بالنسبة للشغل وشغل البيت أيضا، وعندي بنات اثنين، فكان لازم بأني أنظم وقتي، ودخلت إلى عالم البلانرز. طبعا ما نظم لي وقتي غير البلانرز، فكنت أول شيء استخدمت المنظم الشهري، شفته يعني ما والمني، بعدين استخدمت المنظم الأسبوعي، فكان كلش يفيدني بشغلي. فيديوهاتي القادمة حتكلم بصورة مفصلة عن كل فن، وأبديت عن مشاريع اللي أشتغل فيها كل أسبوع. رح يكون في أمبوكسينج أو فلوجات محلات الأشغال اليدوية في إسطنبول، طبعا أنا ساكنة بإسطنبول، أو دي آي واي، اللي عنده أي سؤال ممكن يسألني، أنا إذا عندي أي سؤال ممكن أسألكم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، وإذا تريدون تشوفون فيديوهاتي القادمة سبسكرايب. لايكاتكم ومتابعاتكم تشجعني وتطور القناة. شكرا جزيلا، باي باي.